السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في مسابقة الأوقاف الرمضانية الثانية لعام 2024. السؤال يقول في هذه الحلقة: سورة في القرآن الكريم كانت السبب في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما اسم هذه السورة؟ سورة في القرآن الكريم كانت السبب في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. السؤال: ما اسم هذه السورة؟ بارك الله فيكم وفي أسماعكم، مع تمنياتي لكم بإفطارا شهيا وعملا متقبلا إن شاء الله.